السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. حتى لا أطيل عليكم، أترككم مع عناوين هذه الحلقة. النجم المغربي سعد المجردي يتسبب في شل حركة المرور في دبي. أحمد الفيشاوي ينفصل عن زوجته بعد علاقة مثيرة للجدل. سنة 2021، السنة التي فقدنا فيها العديد من الفنانين المغاربة. تقاسم الفنان المغربي سعد المجرد مع متابعيه على الانستغرام فيديو جديد ليومه الاربعاء 29 من نوفمبر 2021، ظهر فيه وهو يرقص وسط احد شوارع مدينة دبي، حيث تسبب سعد المجرد برقصته المجنونة في ايقاف حركة السير في ذلك الشارع لبعض الوقت، نظرا لأنه كان يرقص رفقة بعض الراقصين على ممر الراجلين، الأمر الذي منع السيارات من المرور. وعلق الفنان المغربي سعد المجرد على هذا الفيديو قائلا: أجواء دبي بعد يوم طويل من التدريبات. الجدير بالذكر أن الفنان المغربي سعد المجرد كان قد حضر هذا الأسبوع حفل كلوب سوكر بدبي، وكشف خلال هذا الحفل أنه من محبي كرة القدم، وأنه يشجع كل الفرق الكروية ويحب ميسي وكريستيانو ونيمار. أعلنت ندى الكامل يومه الأربعاء تلاقيا من الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعد قصة حب وعلاقة زوجية مثيرة للجدل. وكشفت ندى عن انفصالها عن أحمد عبر حسابها على الإنستغرام، حيث نشرت تدوينة طويلة جاء فيها: من امرأة قلبها هلك وانطفأ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري، وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال. لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا. وتابعت كلامها: الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك 4 سنوات وأعتقد أنني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكنني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا، وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة، ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر. سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله إلي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني، لقد حافظت عليها. وختمت ندى تدوينتها قائلة: اللهم فرحة لا حزن بعدها، اللهم أبدل خوفي طمأنينة، وكرامة وحرية لا قيد يمنعها، وعزة النفس لا إنسان ولا موقف يزعجها، وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب، إنها خطوط الحمراء يا صديقي. الجدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل كان من أكثر الثنائيات المصرية إثارة للجدل، وذلك بسبب جرأتهما وتصرفاتهما الرومانسية خلال المهرجانات والأحداث الفنية. أيام قليلة تفصلنا عن توديع عام 2021، عام شهدنا فيه عدة أحداث وودعنا فيه عدة أشخاص، من بينهم نجوم أغنوا الساحة الفنية المغربية بأعمالهم، ولكن الموت غيبهم تاركين وراءهم رصيدا فنيا غنيا. فقدت الساحة الفنية خلال شهر نوفمبر 2021 الفنان الكبير عزيز الفاضلي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 78 عاما. واشتهر عزيز الفاضيلي في الثمانينيات من القرن الماضي بتقديمه للنشرة الجوية، فأطلق عليه المغاربة لقب
رجل الطقس. كذلك غيب الموت الفنانة المغربية القديرة فاطمة الرجراجي في غشت الماضي عن عمر يناهز 80 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. وتركت الرجراجي خلفها إرثا فنيا ضخما من مسلسلات ومسرحيات وأفلام طبعت مشوارها الفني الذي انطلق في الخمسينيات من القرن الماضي. ومن أبرز أعمال هذه الفنانة الشمس مع حميد بن مسعود، عمايل جحا وأهل الكافة، أرض الضوء والمهاجر ومنظر الدار. كذلك غادرتنا هذه السنة الحاجة الحمدوية في شهر أبريل الماضي عن عمر يناهز 91 عاما بعد مشوار فني حافل. استمرت المسيرة الفنية لأيقونة العيطة المغربية لسبعة عقود، قدمت فيها ريبورتوارا فنيا غنيا وأغاني خالدة يتغنى بها الكبار والصغار، كأغنية من أنا ومن أنت، أنا حدي البحر لا يرحل، مشى سيدي ملتاج وجبن عرفة مول عكاز، واللائحة طويلة. ولكنها قررت عام 2020 أن تعلن اعتزالها للفن وأن تسلم موروثها الفني للفنانة الشابة غزينة عويطة ابنة العداء السابق سعيد عويطة. وهذا القرار لم يرق كثيرا لمحبيها، حيث اعتبروا أن غزينة ليست الشخص المناسب للحفاظ على هذا الموروث، خاصة وأنها ليست من فناني العيطة. كذلك توفي الممثل المغربي البشير سكيرج في شهر يناير من عام 2021 بمدينة أورلاندو الأمريكية عن عمر يناهز 82 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان سكيرج قد استقر في أمريكا رفقة زوجته منذ سنتين، ولم يعلم أحد بخبر إصابته بالفيروس إلا بعد وفاته. كذلك رحلت الفنانة المغربية زهور المعمري عن عالمنا مطلع عام 2021 عن عمر يناهز 78 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض امتدت لثماني سنوات. زهور المعمري من مواليد مدينة مكناس سنة 1942، وهي من أبرز الوجوه النسائية في فرقة المعمورة، ومن الفنانات المتميزات في مجال التشخيص بقسم التمثيل التابع للإذاعة والتلفزة المغربية، ومن الفنانات اللواتي بصمن الساحة الفنية المغربية بعدد من الأعمال التي ظلت موشومة في ذاكرة المغاربة. ومن أبرز أعمالها فيلم امرأة في دوامة الحياة، والتي فازت فيه بجائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. شكرا على حسن المتابعة، ودائما سأتيكم بالجديد، فقط ادعمونا باللايكات وأيضا اتركوا تعليقاتكم تحت الوصف. إلى اللقاء. We'll be right back.